قبل المقابله نقدر نقول لك مقابله في الورق كانت تبدو سهله. اللي يدير مع اون ايكيب اللي تلعب على باش تصارع الباقه من الفوتبول هذا هو علمنا، وعلمنا لي جوار قبل المقابله علمناهم، قلنا هذه المقابلات هما اللي راح يكونوا مقابله مفخه هذه اللي ما لازمش ناخذوها لا ليجير. كما شفنا ما دخلناش في المقابله مليح، وين سير ان كونتر وين ماركونا لو بيت هذاك الاولاني، وين عاودنا ولينا تقلقنا شويه مي كالمينا لي جوار، عاودنا ولينا في المقابله ايغاليزينا. دوزيام ميطون كيف كيف دخلنا ما بين شوطين، قلنا للاعبين ما لازمش تقلقوا ما راناش خاسرين خاطر كانوا شويه مقلقين. دخلنا وين ماركا سجلنا الهدف الثاني، كيف كيف عاودنا دخلنا في التسرع. نقدر نقول لك اللقطه تاع الهدف اللي بلا ماشي واحد يتحجج ولا مي شافها العام والخاص، وين الكره داها جونغلا بها بيده نقدر نقول لك اللاعب تاع الخميس. مي باش نولوا ما نقولوا ما كناش في المقابله مليح، ما لعبناش مليح، سورتو ديفونسيف ما كناش مليح.